عبد الرحيم لنتابع معك أبرز التطورات كيف تبدو في خاركيف. نعم، خاركيف مرة أخرى قضت ليلة كما يقال. القصف لم يتوقف طوال الليل على المناطق الشمالية للمدينة التي كانت عرضة لإصابات بالقذائف المدفعية والرجمات الصواريخ. يأتي ذلك بينما تمكنت القوات الأوكرانية من استرجاع بلدة روسكا لزوفا إلى الشمال من مدينة خاركيف، وهي تقع على الطريق الفاصلة بين هذه المدينة ومدينة بولغرود بلغرود الروسية المقابلة لها. سقوط تلك المدينة، يقول المراقبون العسكريون هنا، حرم القوات الروسية من استخدام منصات كانت موجودة هناك لقصف شمال خاركيف. هذا الإنجاز بالنسبة للجيش الأوكراني، يقول إنه أسنده بتمكين نحو 600 مدني كانوا في بلدة روسكا من الإفلات من السيطرة الروسية ونقلهم إلى أماكن يصفها الجيش الأوكراني بأنها أماكن آمنة بالنسبة إليهم. أضف إلى ذلك تسببت القصف خلال الليلة الماضية وصباح اليوم وربما حتى قبل 5 دقائق من الآن في إصابة شخص على الأقل وجرح نحو 10 آخرين وهم مدنيون في هذا القصف، الذي سبب أيضا أضرارا ببعض المباني السكنية التي لا علاقة لها بالجيش أو الاستخدامات العسكرية. في إقليم دونباس أيضا تواصلت محاولات الجيش الروسي التقدم على أكثر من جبهة، لكن القوات الأوكرانية تقول إنها صدت على الأقل في 6 قرى توجد إلى الشمال الغربي من إقليم دونباس، ولم يتمكن الجيش الروسي من تحقيق أي شيء باستثناء ما يتستر عليه الجيشان وهو عدد القتلى الذي لا نعرفه. آخر إحصائية لوزارة الدفاع الأوكرانية تقول إنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي تم قتل نحو 23,200 عنصر من عناصر الجيش الروسي. شكرا لك مفادن عبد الرحيم الفارسي، كان معنا من خاركيف شرقية أوكرانيا.